صباح الخير يا زلمة، تابعين بتحليل فني الصباح لشركة وينز البروكر. هيدوم لكم كريم مجدي اليوم 14 يناير 2022، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الامريكي. تداولات ايجابية اليورو مقابل الدولار الامريكي وارتفاعات كبيرة طبعا خلال الايام الماضية، وده راجع اكيد في المقام الاول البيانات الامريكية التي جاءت اسوأ متوقعة، والتضخم اللي سجل اعلى مستوى ليه نحو 40 عام، وبعد تصريحات جو بايدن اللي اقر فيها ان التضخم بمثابه دليل على انخفاضات الاسعار بدات في التباطؤ، لكنه اقر ان الامر بحاجه لمزيد من الوقت قبل العوده للمستويات الطبيعيه. دي كانت اهم الاخبار اللي اثرت بشكل كبير على سعر اليورو مقابل الدولار الامريكي. زي ما ذكرنا حضرتك، كان عندنا مجموعه من البيانات الهامه زي معدلات تشاكاوي البطاله اللي جيب نتيجه 230,000، وكان متوقع عليه 200,000. ايضا مؤشر اسعار المنتجين اللي جيب نتيجه 2.2%، وكان متوقع عليه 4.1%. والنهارده هنكون في انتظار بيان هام هو مبيعات التجزئة الأساسية المتوقعة ل 2.2% مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 3.1%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما حضراتكم شايفين، أداء الإيجابي والارتفاعات والثبات على النقطة المحورية ال 1435، أداء إيجابي على مستوى كل المؤشرات، على الإي إم إيه، على السار، على الفلات ترند، طبعا تقاطع متوسطات السعر الاعلى، ثبات السعر اعلاهم، ثباتوا على نقطه المحوريه ال 1435، كل ده مدعمه بشكل كبير. ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر ال 1480 اللي اختبرها مرتين وفشل في كسرها، علشان يكون المجال مفتوح تماما ل 1550 وراها 16 فلات. مرة تانية كسر ال 1480 وراها ال 1550 وراها ال 16. السيناريو الآخر معاكس حق بكسر ال 1375 علشان يروح لل 20 وراها ال 1285. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.